يعتبر التمر جزءاً مهماً من المائدة الرمضانية، والإفطار على ثمرة التمر سنة نبوية، والحكمة منه تعويض الجسم عن نقص السكريات والطاقة في الجسم وتوفير طعام سهل وسريع الهضم والامتصاص لمعدة الصائم المتعبة. لأنه غني بالمواد الغذائية ذات القيمة الكثيرة، فوائده عديدة وتكمن أهمها في تقوية الكبد والقلب والدم، ويعالج حالات فقر الدم لأنه يحتوي على نسبة عالية من المعادن سريعة الامتصاص، ويشعر الصائم بالشبع لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف، فيقوي جهاز المناعة في الجسم لأنه يعتبر مضاداً للمواد المؤكسدة. كما يلعب دوراً مهماً في تخفيف التوتر والقلق، ويهدي ويقوي الأعصاب لاحتوائه على فيتامين ألف وفيتامين باء، فيلين التمر الأمعاء ويعالجها من الإمساك لأنه يحتوي على ألياف سيلولوزية تحرك الأمعاء بحركة دائرية. كما يخفف التمر شعور الصائم بالعطش لاحتوائه على البوتاسيوم بنسب كبيرة، فيخفض التمر نسبة الكوليسترول في الدم، ويحوي التمر القلب من النوبات، ويزيل التمر الدوخة والتراخي وزوغات البصر عند الإفطار على التمر مباشرة، فيحمي بذلك التمر الجهاز الهضمي من الأضرار لأن التمر يولد الشعور بالشبع، فلا يتناول الصائم كميات كبيرة من الطعام. فيعاوض التمر الجسم بالفيتامينات والكربوهيدرات والعناصر المعدنية، ويحفز الأمعاء والمعدة على إنتاج الأنزيمات الهاضمة. رمضان زمان، الفقرة اللي باش تكون حاضرة فيها معنا الأستاذة الجامعية المختصة في اللسانيات هالة مسلاتي. وقت يقول أستاذة جامعية مختصة في اللسانيات، تقولوا زعم على شنو باش تحكي لنا؟ هي عندها خصوصية خاصة وعندها حاجة مميزة الحقيقة، عندها اون كرونيك الحقيقة موجودة على التواصل الاجتماعي، وحبت برشة توانسة في برشة حاجاتك زمنية جميلة على طريقتها، بطريقتها السردية هكا الحلوة برشة. قل لك رمضانك مبروك، هلا مرحبا. الميكرو اي رمضانك مبروك. امين يا ربي، ربي يعديها على خير ان شاء الله علينا الوباء. هالوباء ان شاء الله يا ربي مستعجل، اللي هبط علينا وما نجمنا عليه شيء. ان شاء الله ان شاء الله ربي يحمينا. وكما قلنا التباعد الجسدي، غسل الايدي، لبس الكمامه كما شفنا مع الاستاذ الدكتور نزار العذاري، كما ناكدوا مره اخرى زاد حتى تغذيتنا مهم برشا نهتموا بها من اجل معناتها خاصه تقويه المناعه نتاعنا، ونكونوا هكا في صحه وسلامه. به هلا اليوم باش نحكيوا على الدقله. نعرفوا الدقله اليوم باش تكون حاضره مصلي على النبي في كل دار. هكا هاو اللي يقول رمضان يقول دقلة. أي. والدقلة قصتها حلوة برشا، وقصتها مربوطة ببلادنا. أما يزمنا نعرفوا ساعة منين جات، أي. شنو أصلها وشنو مفصلها. وهم يقولوا جاي من الجنة وما كذبوش فيها، بعد يشقوا عليها فاطرنا صحيح من أول الدنيا. أما الحقيقة الحقيقة الدقلة قصتها طويلة وبعيدة. يقولوا تولدت في الغرب متاع الهند وشيرت الجزيرة العربية. نعم. ومن بعد انتشرت، وكي جابتها ساقيها للميديتراني سميوها بكري فينيكس داكتيليفيرا. وكي جاتنا احنا علاش سميوها، باش نقول لك علاش سميوها فينيكس داكتيليفيرا. فينيكس شويه على خاطر على اسم عصفورهم اللي يخلف من رمادو، ويظهر لي هذاك على خاطر الدقلة عمرها طويل. يظهر لي هذاك اللي يظهر لي التفسير معناها لوجيك. وفينيكس زادا يمكن يقولوا زادا على خاطر عليسة وجماعتها هما اللي نشروها في الميديتراني. وداكتيليفيرا بالغريك داكتيلوس السبع، اللي اعطانا بالعربي كلمة دقلة. إذا هذيك حكايتها. إذا تدخل أستاذة في اللسانيات، أي هذاك اللي يعجبني أنا في وذاك اللي خليك تحلم وتهزنا في الحلمة في رمضاننا في رمضان الزمان، لأنك باش تكون حاضرة معنا إن شاء الله في البرنامج. باش هكا كل مرة نمشيو مع السادة المشاهدين نجيبوا منين الدقلة، من القمح، شنو حكاية القمح في بلادنا، وغيره وغيره وغيره. معناتها اليوم خيرات بلادنا، اللهم صلي على النبي، من زيت الزيتونة، من الرمان، من غيره، معناتها من حتى حكاية جبن زادة في تونس، كيفاش كله 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 عنده تاريخ وعنده جذور
وعنده في موروثنا، لانه اليوم احنا من خلال احلى لمه من خلال البرنامج هذايا حبينا نحتفيه بالتاريخ نتاعنا وخاصه بالموروث المادي ولا مادي. مهم برشا اليوم نسلطوا على الضوء على الكنوز اللي عندنا في بلادنا ونفتخروا بها. انا ما تصورش قداش اليوم سعيده وفرحانه وقتي انا في ديكور جميل كيما هكا، معناتها فيه الروح التونسيه من برشا جهات. اليوم انامل نتاع برشا حرفيين خدمه باش تعطينا المنتوج هذايا، فالحقيقه حاجه ترفع الراس. اي بالطبيعه. نكملوا مع الدقله مدام هاله. اي سالني وتنقول لك شو تحب تعرف عليها. نشرت في الميديتراني، اما الاكثر احنا نعرفوا دقله نور هي اللي هي اللي مشهوره في العالم، خاطر احنا اول مصدرين مصدرين في الدقله. أي. اما أي. اول منجين هما جيراننا الجزيريه. اي واصل اصيل احنا نعرفوا كان دقله نور. اما يلزمنا نعرفوا زاده اللي في التمر ثم الاف من الانواع. وفي تونس بركه من الدقله عندنا مئات من الانواع، اما اكثر واحده مشهوره هي نورت العائله كما قلنا. هي دقله نور واللي هي في الاصل اصيل. هذيك علاش انا ديما نحب نبربش وديما نحب نعرف راس الفتله شنية. دقله نور اصلها جزيريه مولوده في بسكره. وكي مولوده في بسكره يظهر لي ما بين القرن 13 والقرن 14. وجاتنا اللي نحن في تونس تنشرت في توزر، يقولوا جابها سيد اسمه سيدي تويتي وتنشرت في توزر وهي اللي عملت شهرتنا. اما الغرب عرف دقله نور من خلال باش نتكلموا بالعربيه، من خلال الدقله الجزيريه اللي وقتها انصارى كي وقت الاستعمار زرعوها برشا واهتموا بها برشا على خاطر تحمل صبورية وتحمل الصفر، دونك صدروا منها برشا. يعطيك الصحة، شكرا لك هيلا، يعطيك الصحة. هذه إطلالة أولى وإن شاء الله تكون حاضرة معنا بالطبيعة في برنامجنا في حلقات جاية باش نزيدوا نحكيوا أكثر على عديد المنتوجات وعلى حاجات هكا تقاطق التونسية بالطبيعة على طريقتنا. ألف شكر لك. يعيشك إن شاء الله نزيد علينا كل الخير. إن شاء الله أمين يا ربي. إحنا اليوم باش نمشيو ونشوفوا التونسي، قفة التونسي، التونسي وين شي يقضي شي يعمل توا حاليا، ومباشره مع زميلتي انيسه الحجري اللي باش تاخذنا في جوله في السوق. انيسه لك الكلمه. صباح الخير منى، مرحبا بينا، مرحبا بينا في احلى لمه، ان شاء الله رمضان مبروك علينا. حبينا في اول نهار من شهر رمضان الكريم نقربوا للمواطن، نشوفوه شنو وقضى، نشوفوه شنو يحب شنو ما يحبش، نعرفوا تونسي مخمخ شويه ويحب الطاوله مزيانه مع شقا الفطر. اذا منى قلنا نمشيو للسوق المركزيه باش نشوفوا شنو الاجواء هوني وشنو التونسي قاعد يقضي. نحن توا تحديدا بمرشي الحوت، حبينا نعملوا دوره في الاسعار شوفوا شنو المواطن قاعد يشري. بون دينا بسردينه الحقيقه، سردينه تراوحت سومها بين 5000 و 7500، التريليا 23 دينار، الورقه بين 13500 و 14000، السفن 13980، القارو 16800، السومون 49 دينار و 800، الكريفيت سومها كان 14800، الطن بين 21 دينار و 22 دينار، الكلا مارس 26800. هذه لمحه على الاسوام منى. فوالا هذه الورقه الحيه 13500. الاسوام تراوحت بين فما المرفقه وفما اللي غاليه شويه الحقيقه، والمواطن كل قدير وقدره وكل انسان ينجم يشري اللي يقدر عليه. زيدا منى مشينا شويه قبيله السوق للمرشي الخضره، طماطم قلنا خلينا نعطيو فكره على الخضره زيدا. طماطم كانت 2500، البطاطا 1170، الفلفل هذوما فكره على الحوت. منى مازلنا في الحوت، دونك نرجعوا الفلفل 4300، الخيار 5000، المعدنوس 500، السبناخ 850، البصل دينار و300، البتنجيل 3750، الليتو دينار و500، القناريه دينار و500، الجلبينه تراوحت بين 2000 و300 و3000، والقارص دينار و400. الغلال الفريز 4000، البنان 4700، التفاح تراوح بين 3200 و8000، البرتقال 2000، الدقله بين 6000 و12000، والكيوي الكعبه ب 600 فرنك. اذا هذه لمحه منى على السوق اليوم على السوق المركزيه قبل مواطنين الحقيقه.
قاعدين يقضيوا. سوق الخضره زايده كانت مليانه، وجبونات وين اللحوم الحمراء زايده. هذا هو موني، هذه هي الفكره اليوم في السوق المركزيه، هذه هي الصوره اليوم للمواطن. اليوم صباح في اول نهار رمضان. لك الكلمه منى. شكرا لك انيسه، ان شاء الله ربي يحفظ التوانسه وين ما كنت. وتحيه هذه كانت فكره على الاجواء في السوق المركزيه بتونس العاصمه. تحيه للتوانسه وين ما كنتوا، على الاقل احنا شفناهم لابسين لي بافيت شويه، فما حركه. ردوا بالكم على رواحكم، غسل الايدي، لبس الكمامات والتباعد الجسدي، ربي يحفظكم وين ما كنتوا. كالعادة توا مادامنا مازلنا في أجواء هكا السوق وعملنا جولة في السوق، نمشي وطلع بحث الشيف أسماء وناخذوا فكرة على دبارتنا وين وصلت، وبعدها إن شاء الله باش تكون بحثكم إيمان الصيد وضيفها. كما قالت منى من المارشي تعدينا ديريكت للكوجينة. انا عرفتك اللي كي اللي يبدا في عرس يقضي ويلزم يدخل الكوجينة يصفن الحوايج المزيانين نتاعو. على هذاك انا توا رجعت باش نوريكم الجناريه، باش نوريكم الخبز، باش نوريكم نعطيكم فكره على سلايت وعلى الملسوقه. من بعد الديسير كيف كيف، طب باش نقول لكم عليه حاجه باش تعجبكم على الاخر، وهي باش تظهر لكم صعيبه مي باش تكون سهل على الاخر. انا نعطيكم لي تابلو لو انتم تكملوا الاخر من اسهل ما يكون. اجي البنا قاعده تطيب، مازلت كي مرقتها، خليتها بريسك تطيب يمكن 20 دقيقه من غير ما نمرقها. ديجا هاكا الوجه نتاعها شفتوه الوجه، وهي تطيب يلزم يكون مزيت كيما تراو فيه، منظر مزيان لازم تعمل الحس هذايا، ما تبداش تعوم وتغطس في الماء راهي ما تجيكمش بنينه. اي سورتو الجلبانه راهي تجي لونها خضراء وتتسمط كعبه الجلبانه وتتحل وتعجن وتولي ماهيش شبابه. نحطوا كل شيء مع بعض، والبصله هي اللي تسبق شوي، من بعد كل شيء فوق بعض ونخليه يشكشك في الماء تاع اللحم والبصل والجلبانه. هذه الجناريه بتاعي حشيتها كما قلت مع عدنوس، سامحوني سبناخ، جبن، قوطه للي يحب، ملح فلفل اكحل، شويه كبار وشويه زيتون للي يحب، وعظيمه لمبه وشويه شابلور. الوجه نتاعها غطسته في السميد وقليتهم في الزيت باش نرميهم الكل في الجلبانه هكايا، وباش نخليهم يكملوا يطيبوا على رواحهم. من بعد يبقى لي كان الجناريه، سامحوني السبناخ وقرن الفلفل. شوفوا طنجره محلاها كما قلت، اعملوا عليها هكا جو هي قاعده تشكشك، ما نكثروش الماء. هوني عندي طنجره الشوربه حطيت فيها قدامنا الروسيت نتاع الشوربه، ان شاء الله توا تهبط كيف كيف صورها. هنايا شوربه الصبارس، شوربه الصبارس يمكن اكثر الولايات اللي على الشريط الساحلي نعملوا شوربه الصبارس، سينو اي شوربه اخرى. انا بديت بشوربه الصبارس، شوربه الشعير بالصبارس ولا اي نوع حوت اخر. مغرفتين زيت، هنا عندي بصله مقصوصه جيده وثوم، سنتين ثوم، فيسه فيسه، شويه كركم، ملح وفلفل اكحل مش برشا خاطر رمضان ونعرفوا اللي هو نجم يقلق برشا المعده نتاعهم توجع. باش نقليهم هكا شويه شويه. لسته اشخاص انا الشوربه نحبها خفيفه على الاخر، نعمل نص مغرفه كهو طماطم معجونه، نص مغرفه طماطم معجونه. انتم في الدار خليوها يذبل اكثر البصل والثوم هكا. مع الثوم راني هرست شويه كمونه، مع الثوم هرست شويه كمون في التقليه هذه الاولى، نخليه تتقلب الكدا. من بعد ريحه هاي طلعت نتاع الكمون والثوم، باش نعمل انتم تخليوها اكثر، تخليوها في المرحله هذه اكثر باش البصل نتاعنا يذوب قبل ما نحط طماطم معجونه يذوبوا. سهله برشا هي ومن ابن انواع الشوربه. باش نعمل قطيره مير هنا مش برشا، وباش نحط ما نكثروش الحار على راس المغرفه هكا فلفل احمر فقط، ونبدا نمرق بشويه بعد ما يطيب لفاه هكا شويه. سهله تطيب في لحظه، نمرق بالبارد الحوت، نمرقوه بالبارد في المرحله هذيا. باش نرمي كعبات الصبارس، هما ياخذوا غلوه ما يبطاوش برشا، الصبارس مملح نتاعي انا ما فوحوش نملحو كهو. باش نرمي كعبات الصبارس باش ما يخرج لنا الشوك نتاعهم، نرميوهم في البارد، نرميوهم كما قلت في البرد. هذوما كعبات صبارس بيان سور مانيش باش نعملهم الكل هكايا، وباش
نغطيهم، ياخذوا غلوة نخرجهم ونرمي شربة الشعير متاعي، نمرق بيان سور ونرمي شربة الشعير. شربة الشعير هنا غسلتها على كل فرد من العائلة مغرفة، اللي ما يعرفوش يحكروها على كل فرد من العائلة مغرفة شعير، اللي هما هنا عندي 6 أشخاص يعني 6 مغرف. كملنا معاهم باش نوريكم العجينة، باش نوريكم عجينة الخبز تبارك الله كيفاش وليت الروسيت مبكري زادة كيف يمكن راكم صورتها، تو في الآخر نعاود نوريهم لكم. هذه شوفوا تبارك الله العجينة متاعنا في المرحلة هذه باش نحيولها الغاز، باش نحيولها الغاز اللي في وسطها كما تراو فيها كانت منفوخه برشا. كيفاش نحيو الغاز؟ نجيو للجناب وندخلوا يدنا هكا، انا الفور قاعد يسخن طاو على 200 درجه. هذه الخبز نتاعي شوفوها الباك ما شبه، فما نكته زيت ديما من لوطه باش تسرع الطلوع. خذيت البلاتو مانيش باش نعملها خبزات، باش نعملها خبز عربي اكل يتقص هكا ويبدا منفوخ، باش نفرشها على البلاتو اللي هو ديجا مدهون بالزيت. من بعد ريحه السينوج وريحه الفيح نتاع الخبز مع الكركم حاجه كبيره، وشويه زيت وزبده نجموا في بلاصه الزبده نعملوا سمن، وتخيلوا انتم المشهد. من فوق بعملت عظمه باش نسهم بها ومعها قطيره زيت، وباش نحط فوقها الفيح هذايا نتاع الخبز باش نحلها، وباش نعملها بهذايا مربعات مربعات هكا، وباش ندخلها الفور على 220 درجه، من بعد نطيح ل 200 درجه نتاع 20 دقيقه هكاكا. خبزنا سايي، جلبنتنا سايي، شربتنا سايي. باش نعطيكم لمحه على السلايط، عندي هوني سلطه مشويه، اما باش نعملها بالفلفل فقط من غير طماطم، باش نزيد نهرس معاها سن كبار وفلفل برا عبيد، باش نهرس كبار باش ما يفيق بي حد، وفلفل برا عبيد، وبيان سور كي نقولوا سلطه مشويه قولوا الكرويه وكعبات كرويه مهرسين بالوقت، وملح وزيت زيتونه فقط بالنسبه للسلطه المشويه. هوني سلطه خضراء بكعيبه تفاح قارصه، كعيبه طماطم، ولد القمره يكون نص هكا كعبه، وشويه فلفل فلفل حلو قصيتهم هنا باش نفوحهم. باش شنو باش نفوحهم؟ نعناع، ملح، فلفل اكحل، قارص خاصه نعناع شيح، ونخضوهم مليح ولا نركضوهم مليح ونخلطوا بهم سلطتنا المزيانه. نجموا نزيدوها بيان سور الزيتون. والسلطه الثالثه اللي هي ام كحوريه، حطيت سمطت في الناريه ولا تفورها كيما تحبوا، تعملوها بفرقيتا من بعد هريسه عربي، ملح، فلفل اكحل، ديما تسالوا على سر بنتها، سنتين ثوم، هريسه عربي كرويه، وعصره باهيه قارص بالنسبه، وزيت زيتونه بيان سور، بصله جيده وطرف معدنوس جيدين على الاخر بالنسبه لام كحوريه. هوني عندنا تخيو دو سلاد توانسه 100%، نبداو بهم من هالول من غير برشا فلسفه، من غير ما نتعبوا روحنا من هالول، خاطر كان نبداو هكا برشا قوه من بعد نوصلوا نفشلوا. عندنا ثلاثه سلايط ام كحوريه، سلطه خضراء، وعندنا اللي يكون على الشاشه عداوهم سايي، شكرا شكرا لكم، عداو لكم لي غوسيت نتاع السلايط، انا خاطر تلهيت هكا. كيما قلنا تخيو دو سلاد سايي، الشربه نتاعنا قاعده تطيب باش نحي الحوتات ونمرق ونرمي شربتي، جلبنتنا سايي، خبزنا قبل نحطوه في الفور، وهوني الملصوقه وروسيت الملصوقه اللي ديما تسالوا فيها سبق قلنا عملناها سهله ياسر. خذيت نص لتر ماء، حطيت معاهم 7 مغارف فرينه، هنا هاي الروسيت، 7 مغارف كبار سميد رطب، 7 مغارف كبار فرينه، رشه ملح، رشه كركم، مغرفه قهوه، خل ابيض، وزوز كيسان ماء اللي هما تقريبا يجيو نصف لتر. حبيت نعطيكم بالكيان في الدار ما عندهاش ميزان وما عندها حتى شيء. سيي خلطتهم مع بعضهم، خليتهم يرتاحوا من با ربع ساعة، قلاية وبنسو اللي هي الشيتا، هنا عملت البابي وتحصلنا على الورقة وهي سخونة. انتوما اعملوا اكل مربع هذيك، سكروا لها اجنابها باش تجينا بريكة مثلثة، اللي هي البريكة هذية اللي ما نصورش نهار الاول فما طاولة باش يغيب عليها البريك. امشي وتوا Allah.
رجعت لمتنا ولمتنا ما تحلى كان بضيوفنا، وضيفنا اليوم في فقرة الثقافة ضيف عزيز مبجل، أبواب التلفزة الوطنية محلولة ليه ولكافة الفنانين التوانسة. ضيفنا في فقرة الثقافة اليوم هو ابن المدرسة الصوفية، متشبع بالموشحات والمألوف، ولكن زاد معروف أنه هو يغني مختلف الأنماط الموسيقية التونسية والشرقية، في رصيده أكثر من 50 أغنية وكذلك لحن للعديد من الفنانين التوانسة. ضيفنا اليوم نقول له رمضانك مبروك ومرحبا حسن ناجي. أهلا وسهلا أخت إيمان، وإن شاء الله رمضانكم مبروك، وإن شاء الله نعديه وقت مزيان مع بعضنا إن شاء الله. آمين، رمضانك مبروك، ومبروك إن شاء الله على الأمة محمد إن شاء الله أجمعين، علينا وعليكم إن شاء الله، يعيشك أجمعين. اليوم جيتنا ما جيتش ديك فارغة، وأنت كذلك ما استقبلتش شهر الفضيلة ذي وديك فارغة، جيت باش تدخل لكل دار تونسية السنة، مولود فني جديد أكبرنا عليه، تربينا عليه، عشنا به، رجعنا للتسعينات، شكون منا ما تفرجش وما يسمعش الابتهالات أسماء الله الحسنى، ولكن حسن اللي شفناه وتفرجنا في الفيديو هذايا في الكليب هذايا أنه عمل جديد صحيح سمعناها وتربينا عليها، ولكن لأول مرة يتم تلحينه بطبوعة تونسية. صحيح، هي كانت فكرة لخونا كارم شرقي، تناولنا فيها العديد من الطبوع والموازين التونسية، ما سمعناهاش قبل بطريقة هذية. صحيح، أنا تعودنا بها من عند نقشبندي أو من عند الفنان الكبير لطفي بوشناق، نوجه له تحية، لكن أول مرة نسمعها بالنغمة والطبوع التونسية، إن شاء الله تنال إعجاب الناس الكل إن شاء الله. فكرة كيفاش جاتك؟ هل أنت قلت طيّة تيانا ناخذك الابتهالات اللي مستنسة فماش رمضان الله أكبر للناس الكل قدام التلفزة الابتهالات، الفكرة معناه أنت تحب ترجعنا للتسعينات ولا تحب تحيي الطبوع التونسية؟ في أنا حبيت تكون عنا نسخة من أسماء الله الحسنى في الطبوع التونسية، لأنه نجم من خلال العمل هذا نجم نرتقي أو نتعداو نوصلوا الغنية بتاعنا للعالم العربي ولما لا للعالم كامل، تكون بصمة تونسية إن شاء الله. حسن، ما تم مش فما في استقبالك لشهر رمضان، الانتاجات متاعك لشهر رمضان، مش كان الابتهالاتك أو فما حاجة أخرى؟ إن شاء الله في آخر رمضان إن شاء الله عندي إصدار جديد، اسم الغنية إن شاء الله نكتشفوه عن قريب، عمل جديد إن شاء الله يجمعني بالفنان صابر ناجي اللي هو ولد عمي، اللي هو كان صحبة الفنان الحبيب رتيمي في تلحين الأسماء للحسنى، هو كان اللي وزعها، وإن شاء الله فما أعمال جديدة مع بعضنا يا ربي إن شاء الله عن قريب تونس. عمر الهلالي، سي عمر الهلالي هو مخرج العمل ومخرج معظم على ما أظن أعمالك، يعني تعامل معاه عندكم فترة صحيح كبيرة. صحيح، ممكن بنسبة 90% من الأعمال متاعي من إخراج الفنان الممييز عمر الهلالي، نوجه له تحية كبيرة برشا.
احسن مانيش باش نسيبك الا ما نحب نسمع حاجه اخرى من انتاجاتك الجديده اللي باش نسمعها في شهر رمضان. خاطي الابتهالات اللي باش نسمعوها بعد ما بعضنا. يلا نقولوا جاره الاشواق. جاره الاشواق يلا. جاره الاشواق يا حبابي، جاره الاشواق يا حبابي، جاره الاشواق من حب سيدي، قلبي مشتاق يا حبابي. باسم المجيد في الملك وحده، يفعل ما يريد لا من يضده، ما له تحديد رب العباد، هو الخلاق يا حبابي. ونصلي نصوم ونخاف ربي، الحي القيوم غفر ذنبي، وطريق اللوم خليه غادي، واختار النفاق يا حبابي. احسن نستسمعك مع الاذان وبعد نرجع. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ورجعنا لكم وتقبل الله صلاتكم. نواصلوا مع ضيفنا أحسن ناجي، الفنان التونسي أحسن ناجي. أحسن، قبل ما نختموا معاك ونسمعوا الابتهالات التونسية، أكيد إنتاجك ما كانش سهل في الفترة هذه بالذات، وأنت وكل الفنانين صراحة بخصوص فيما يتعلق بالوضع الوبائي ما كانش سهل، باش حاولتوا أنكم تفرحوا التونسي، تعيشوه الجو رمضان كما كنا متعودين. لقينا شوية صعوبات خاصة في التنقل، مش نتحركوا من الاستوديو مش نمشيو للتلفزة او للاذاعات باش نجموا نوظفوا العمل هذايا، لكن نقولوا ربي ان شاء الله يبعد علينا المرض هذايا
ان شاء الله نرجعوا لاباس ونعيشوا حياتنا لاباس، وإن شاء الله الأغنية تعجب الناس الكل يا رب إن شاء الله. أكيد باش يكون عمل مميز جدا، والعمل الذي باش رجعنا للروح والنفس التونسي تيلة شهر رمضان، الابتهالات الأسماء الله الحسنى باش تدخل في تيلة شهر رمضان لكل دار تونسية. نخليكم مع الابتهالات للفنان أحسن ناجي ونكملوا بقية فقرات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. هو لا إله إلا الله عز الله جل الله. نسألك يا سلامة. مرحبا بكم الناس الكل، رمضان كريم، كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله ينعاد علينا بالصحة والعافية. كيف كل عام نتقابلوا من خلال أحلى لمة ومن خلال فقرتنا دراما رمضان اللي نشوفوا فيها جديد الدراما بمختلف أنواعها العربية المصرية الخليجية والسورية واللبنانية، ولكن دون أن ننسى إنتاجات التلفزة الأم والتلفزة الوطنية. والسنة باش يكون حاضر معنا عديد الإنتاجات، الحرقة كان يا ما كانش وعيشة فل. ضيفنا اليوم باش يكون مخرج السلسلة الكوميدية عيشة فل، محمد علي سعيدين. صباح الخير.
صباح الخير ومرحبا بك. شنحوالك؟ يعيشك ربي فضلك. اليوم باش نحكيوا على عشاء فل، باش ناخذوا اكثر تفاصيل عليها، اجواء وكواليس تصوير العمل هذايا اللي انت عبرت وقلت اللي هو باش يرسم البسمه على وجوه التوانسه بطريقه مغايره. ناخذوا اكثر تفاصيل من عندك محمد. يعيشك وبارك الله فيك. انا قبل كل شيء نحب نعزي زميلنا، هو ممثل معنا في ستيت كوم، توفات والدته اليوم خالد بوزيد ربي يرحمها. الله يرحمها. وان شاء الله من اهل الجنه. نعم. بالنسبة لعيشة فل، سلسلة كوميدية هزلية عاشوها التوانسة في الحظر الصحي اللي تعدى برسك. يعني عائلة تتكون من بو وأم وبنية وولد، دونك البو يخرج يخدم والأم والصغيرات ديما في الدار، وعندهم الكونسيرج ديما يطلع ويمشي، يعني هو همزة الوصل بينه وبين الشارع. دونك برسك ساكنة معهم في الدار اللي هو خالد بوزيد. تخلقت دي سيتواسيون مزيانين، وفما برشا ضحكه بيناتهم وبرشا فتلكه وبرشا كما تقول مقالب بيناتهم قاعده تصير، وجو كبير. دونك خلينا دليل نحكي وعلى الكاستين كيفاش صار، كيفاش تم اختيار الممثلين، لاني شفت ثله من الممثلين التوانسه بصراحه نصوروا انه باش يكون عمل ناجح ونتمناوا له النجاح بما انه هو من انتاج التلفزه الوطنيه. كيفاش جمعت بين جمال مداني، سفيان الداهش، سماح السنكري، خالد بوزيد؟ بالنسبه للكاستينج، هو كاستينج وقع بانتقاء كبير برشا. اي يعني حتى اللي عنده نهار نهار ما جبناش، جبنا ناس اللي هي ناس محترفة بالقداء. وطول نرجع لك الحكاية هذه. بالنسبة للأدوار الكبيرة، كلهم ممثلين يعني عندهم باع في تونس، باع وذراع. خالد بوزيد عامل مسرحيين، خاصة متكونين مسرحيين. سفيان الداهش كيف سماح عندها تجربة عندها ما تقول في روحها، ما خذتش حظها إن شاء الله سنة تاخو حظها. جمال مداني معناتها ممثل كبير برشا، من نخبة الممثلين التوانسة، من نخبة الممثلين الكبار برشا في تونس، ويعطيه الصحة. أنا بالنسبة لي معناتها كانت يعني اكتشفته عن قرب حاجة الأولى، وحاجة الثانية معناتها واحد باش تجي تقول له ممثل في قيمة جمال مداني تقول له إجا اخدم دو ولا تروا جور ولا كات جور، مش قيمته. ولا خالد بوزيد كيف مش قيمته. قبلوا بصدر رحب كبير برشا، وكانوا متعاونين درجة كبيرة برشا. يعني اللي تطلب منه تلقاه يقول لك الله يبارك حاضر، معناتها اكتشاف بالنسبة لك انت. اكتشاف بالنسبة للممثلين اللي فما ممثلين اخرين اللي خدموا نهار ونهارين، كيما لطيفة القفصي يعطاها الصحة زادا. فما فوزية ابو معيزة اللي هي معناتها كارير كبير برشا، اسم صحيح برشا، جات على نهار يعطيها الرئيس يعطي الصحة، ما ينقصش منهم هذي، بالعكس الدليل صحيح، ما ينقصش منهم بالعكس. أنا زدت احترمتهم. جي تقول له عندك نهار معايا في سيت كوم صغير كيما كيكا، ويجي يقول لك حاضر ويعطي البلوس، يعطيهم الصح. دليل خلينا اكيد شوقنا السادة المشاهدين، خلينا ناخذوا فكره على السبوت اللي حضرت نتاع عيشه فل، ومن بعد نرجعوا ناخذوا شويه تفاصيل اخرى من عندك. نشوقوا الناس اللي يتفرجوا فينا باش اليوم يكونوا حاضرين على القناه الوطنيه الاولى. مزي ماذا امي؟ اي امك شو مجيبك؟ تفضل امي باش تقعد في وين تتفضل؟ امشي معاه. وعلاش يا راضي فيها عايشك؟ تنابزو يا مامي تنابزو. وعلاش تنابزو عايش بنتي؟ تخليني نتفرج كي جي نسألهم. مرتي تردد شنو الحكاية هذي؟ أنا ولا كومبلي؟ تحبش نكلم المدام ونعملو جبهية ونمشو نبردو لها خاطرها شوية؟ وغيرها هذه ما هيش غريبة لي. شكون انت؟ ها؟ اطلع وريك كيفاش؟ ايش انا ايش؟ ايش انا؟ نعم اسلمة. لوش في مدام وحيدة. اي مدام وجيه. قول انتي برشا 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 مش تصيري طلعها بتباس. الله تربحك يا وجيه. ايه صندوق خايف انا. كنت شد اللحمة الفتروش يعمل يعيشك من غير حكاية جدودكم يزي فيها البركة. أيوة ديكي ديكي أنت صديقي يحوت ما خلى بلاصتو السلوكة.
توليفه كوميديه رائعه من خلال عيشة فل لمخرجة محمد علي سعيدين. دالي هيت نحكي على عيشة فل من منظورك انت، هي في قيمه حتى الضحكه حتى البسمه، حاولت انك تضحك التونسي سنة بطريقه مغايره. اي حاولنا سنان من من كيفاش من ستريس اللي عاشوا التونسي نخلقوا. بديت من جائحة كورونا الحظر، وكيفاش بشوية بشوية بدأت تولد القصة بشوية بشوية. سي صا هي بدأت القصة انه الناس عاشت ستريس كبير ياسر في الكورونا ومحصورين في الديار، والأم اللي مش مستانسة بولادها في الدار اللي هما في المكتب، والراجل اللي مش مستانس مرته معاه نهار كامل، والمرأة كيف كيف. دونك من الحال من 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 الوضع هذا خلقنا سيتياسيون كوميدي باش الناس تشيخ تتفرج في رواحها، في مرجع الناس باش تلقى رواحها في السيت كوم، يعني باش تفرج التونسي وقعنا. والله عملت هكا، والله صغير كيف كيف انا عملت هكا. الناس باش تعيش مع السيت كوم اللي عاشته في الحظر الصحي. بهدلية شنو تنجم تقول حاجة على مولود هذايا عيشة فل البيبي نتاعك سنة على القناة الوطنية؟ والله ان شاء الله ان شاء الله نتمنى من ربي انه يعجب الناس، انه يعجب الناس، ما مش بيعجب الناس الكل، ان شاء الله يعجب الناس ان شاء الله. نتمنى انه تكون ثم بسمه، ثم ضحكه، حتى ولو ماهيش ضحكه برشا، ان شاء الله الناس تتفاعل معاه وتحبه وتحب الشخصيات اللي فيه. وقتاش باش يتعدى؟ يتعدى كل يوم 9 غير ربع ان شاء الله. جزء في الجزء الاول من شهر رمضان. قداش فيه من حلقه؟ 15 حلقه. يعطيك صحة دالية، إن شاء الله باش تكونوا حاضرين كل يوم على القناة الوطنية الأولى الساعة 9 غير ربع مع عيشة فل. نتمنوا لها النجاح، سورتو هذا منتوج التلفزة الوطنية. تحب تقول حاجة دالية؟ نحب نعايد على زملائي اللي مستانسين بي، مخرج معاهم اليوم يقاوني ضيف في حصة. مرحبا بكم إن شاء الله، كل عام أنتم حين بخير، وإن شاء الله نختموا برشا أعمال مع بعضنا إن شاء الله. يعطيك صحة دالي، باش نكونوا حاضرين كل يوم كما سبقت وقلت من خلال الفقرة دراما رمضان، وكل يوم باش تكون حاضر معنا عمل تونسي وإلا عربي. تحية لجميع زملائي كما قال لي حاضرين معنا في استوديو زملائنا التقنيين وعلى راسهم المخرجة، كذلك زادة اللي حاضرين الكل في تأمين الحصة هذه. نمشي ولنغام مع أحمد جلبيم ثم نوصل. محمد فرض عين وقلبي فيك مشغول وفاني، وفوق المرسلين رفعت قدرا، وفوق المرسلين رفعت قدرا. سموت بتاج النور، سموت بتاج النور، وبلغت الأمان. صلوا على زين التاج محمد العدناني. الله. صلوا على زين التاج محمد العدناني. الله. كنز الفقير المحتاج لم جد رفيع الشاني. صلوا على زين التاج محمد العدناني. الله. صلوا على زين التاج محمد العدناني. الله. كنز الفقير في عشاني. صلوا عليه المختار ابو فاطمة ورقية. الله. هو إمام الأبرار في الدائرة القدسية. الله. ربي بجاه الأخيار أهل الصفا والنية. الله. أشفي عبيدك محتاج يا واحد مالك ثاني. صلوا على زين التاج محمد العدناني. الله. صلوا على زين التاج محمد العدناني. الله الله. كنز الفقير المحتاج لم جد رفيع الشاني. صلوا على نور العين مولى الجمال الفايق. الله. صلوا على نور العين مولى الجمال الفايق. الله. أحمد شفيع
الثقلين أحمد شفيع الثقلين من شر كل مضايق الله جد الحسن والحسين معراج كل حطايق الله تقصد حماية. مواصلين استضافاتنا ومسك الختام يكون معاه الحقيقة سيدة نعجز شنو باش نسميها الحقيقة لأنها نفذت حلمة وحلمت معايا الحقيقة في تحضير البرنامج هذايا مدام سوار بالشيخ اللي هي مسمى هي خبيرة في مجال الصناعات التقليدية مستثمرة في المجال هذايا وكذلك عندها الحس الفني لأنها فنانة زادة تشكيلية في نفس الوقت عندها أكثر من كاسكيت كان نجم نقوله اليوم حلمت معايا في أحلى لمة تصورت احنا حكينا على فكرة على مشروع والحلمة اليوم هنشوفها قدامي الحقيقة بكل فخر واعتزاز نستقبلك مدام سوار شكرا على مجهودك عايشك مناسة قبل كل شيء إن شاء الله رمضانكم مبروك لعبت الكل إن شاء الله التوانسة الكل يا ربي يكون بالخير والبركة مناس حيح أنت حلمت حلمة وجاتك فكرة وأنا حسيت روحي تبنيت هالفكرة هذيك من أول نهار حكيت لي عليها خاطر أنا بيجي في دمي معني هالديكور والصناعة التقليدية وحبيت نحلم أنا وزاد نشرك معايا الحرفيين والحرفيات الكل اللي يخدموا حتى هما ساعات في الخفاء قمت بتصور كامل للفكرة بتاعك عملت ديكور كامل فكرة كاملة كونسيبت ان كونسيبت وقمنا بتنفيذه نشكر كذلك الفريق الكل اللي صحيح. في التلفزة الوطنية صحيح تعاركنا عيطنا عدينا عشر أيام آخر وقت الوقت أي آخر وقت معناها ما هوش مشكل هذاك هو في الأخر فما نتيجة خرجت بالحق نحس روحي ما أنتها إيمون نحس روحي أنا زادة اليوم صباح بكيت معناها كيريت الفكرة هذه تحققت تحية كذلك للمخرجة اللي هي تبعتنا وكانت حاضرة معانا من الأول للأخر ما أنت نحييهم الكل من حب ننسى الفريق حتى الكل الكل الفريق الكل 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 كذلك الناس الكل. منى نحب نشكر كما شكرنا الفريق كامل للتلفزة الوطنية الحرفيين والحرفيات اللي هما كل واحد فيهم سي نعمان في نابل قلنا له أعطينا سيراميك في نهارتها كان راهو حاجات اي راهو لازم يعرفوا السادة المشاهدين راهي راهي كلها حاجات يدوية كل بنينه معناها استوديو هذايا في ظرف اسبوع باش نبداو واضحين الكل من المائدة للجدران للزرابي كل شيء سي كيف كيف معناها ما نحب ننسى حتى حد خاطر اللي يقول اللي ما تشكر اللي ما تعد اللي كيفاش يقولوها هما اللي ما تردوا عدوا معناها نشكرهم الكل الحقيقه شكر كبير لعبدو لاتابل كيف كيف سي عماد سلامه دوب ما كلمته كيف كيف في الثريات البارح جانا يجري معناها حرفيين من نابل من سوسه من تونس من سجان وخرس جنان معنا كل شيء هما كي نسميهم هما يمثلوا راهم راهو يخدموا راهم في عشرات وفي مئات الحرفيين والحرفيات اللي هما اليوم في الوضع هذية تعبين ومع هذا قلوبهم كبيرة نحب نأكد معناها على هذا قلوبهم كبيرة معناتها كل واحد فيهم ساهم باللي نجم رغم الصعوبات معناها اللي موجودة حبينا نحكي فيه اليوم على واقع الصناعات التقليدية اللي تأثرت بجائحة كورونا خاصة هو الحقيقة الواقع كان صعيب من الأول فما ظروف اقتصادية وزادت كورونا أزمة الوضع اليوم إن شاء الله أنت بشكون حاضرة معنا في أكثر من إطلالة أسبوعية معنا لأنه بشكون حلقة الوصل بيننا وبين حرفيين باش نختارهم إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا للحديث معهم على هالمهن اللي في بعض الحالات تنسات في بعض الحالات رجعت وحيات اليوم ناس قاعدة تقدم في إنتاجات الحقيقة إبداع إبداع كبير كبير برشا اليوم ندافع على فكرة ندافع على هوية تونسية على موروث كبير
هذيك معناتها هذا علاش معناتها انا بالحق تطوعت وكنت موجوده معناها ليل مع نهار على خاطر نحب نفسر. اليوم هي تلفزه وطنيه معناتها هي تابعه الدوله ماهيش بريفي ماهيش تلفزه خاصه. اليوم حبيت نثمن الشراكه ما بين البريفي والدوله معناها هذايا لو بارتناريا بوبليك بريفي حتى كان كونه مورال معناتها حتى كان يكون جوست معنوي. اما اليوم يلزمنا نقوموا ببرشا حاجات هكا يلزمنا نساعدوا بعضنا نحطوا اليد في اليد. بالحق احنا مازلنا ما استنسناش بهذايا هذايا مازلنا ما استنسناش به اما يلزم فما بدايه لكل حاجه هي تكون صعيبه ويكون قبولها ايضا صعيب معناتها خاطر فما اداريات فما حاجات فما قوانين مربوطه. اما احنا موجودين اليوم تكون فما رغبة وتكون فما زيادة تشد صحيح وهذا الكل علاش على خاطر هذاك حب الوطن وحب وحب القطاع وحب الناس زيادة توينس احنا معناتها انا كنت النجم معناتها نعمل تصميم ونعطيه لك ولا نعطيك دبش شويه دبش ونقول لك اعمل ديكور نتاعك هو هذيك فكره هو الفكره كامله وشديد صحيح اني باش ننفذها لاخر حاجه حتى اللي يقولوا لي ما تجيش نقول له ما تجي اي وفي الاخر نوصلوا الحل نلقاو حل ونلقاكم نشوفوا في اذاعه جميله برشا تحيه كبيره زاد الفريق الاذاعه الديكور الصوت الناس الكل فيديو معناتها زملائي الكل نقول لكم ربي يحفظكم وربي يخليكم وشكرا على التفاني نيكم. نعرف هذايا اليوم على العمل نتاعنا وهذايا واجبنا لكن مهم برشا وقت التعب كبير نقولوا شكرا هو ماهوش حد الواجب اكاهو يا منى الحقيقه معناها هو كان جوست نعملوا الواجب تو نعملوا اقل اما هو واجبنا ان نجتهدوا الاجتهاد هو اهم حاجه معناتها الاضافه كي نعطيو احنا اضافه تو بلادنا تعطينا كيف ان شاء الله يا برشا اضافات معناتها اليوم هي سوار اللمه حبيناها احلى لمه تكون اللمه التونسيه الزمنيه القديمه نلقاوها في البيت بالفايونس نلقاوها في ذكرياتنا اليوم يمكن من بين المسلسلات اللي قعدت في البال خطاب على البال وغيره أكل الجذور بطبيعة التونسية اللي قعدت طبعتنا هي هذاك انت كي قلت لي منى احلى لما كي قلت لي ديجا معناتها العنوان نتاع ليميسيون معناتها نتاعك اللي خممت فيها انا طول تبادر الذهني اكد الدار العربي اليوم اللي فيها كله معناها تونسي 100% حتى لو كان مثلا يكون مودرن شويه وفيه لمسه تقليديه اما هو صنع اليوم بالستوديو نتاعنا تنجم تكون فخوره جدا معناها نقول نتاعنا خاطر حسيت وزاد نتاعي ونتاع الحرفيين الكل معناها نتاع الحرفيين الكل شكرا كبير ليهم الكل فما اليوم يمكن ساده المشاهدين تحيه خاصه اليوم فما مشاهدينا راني فما فخر كبير لانه عندنا قطايع في الاستوديو عمرها فوق ال 100 سنه معناتها هذه فما حاجات ما عادش تصنع يمكن ان شاء الله اليوم يشوفوها تعاود ترجع وتحيه نشوفوا الباب نشوفوا القنادل نشوفوا برشا حاجات مازلنا حتى اللبسه اللي وراك يا منى وكل شيء رفراف هذيك معناتها قديمه والفوطه والبلوزه وكل معناها حاولنا ان يكون كل شيء موجود نعم. من اللباس من معناتها من الكادر من الجدران كل شيء من الموبل الكل في احلى لمه الكل تونسي 100% يعطيك الصحة هذايا هو معناتها نجمو راهو احنا باللي برودوي نتاعنا اللي هما ارتيزانا خاطر كي نقولوا ارتيزانا كي نقولوا الصناعات التقليديه مش معناها فولكلور لا هو معناها صنع يدوي وتونسي 100% نجمو نأثر به ونعمل به كل شيء مازلنا الحديث باش يحلى معاك اكيد وفي احلى لمه ومازلنا باش نحكيو بالطبيعه على الصناعات التقليديه وعلى الموروث التونسي المادي ولا مادي بالطبيعه اخر حاجه باش نمشيو عاد حكينا على لاغ دو لا تابل وعلى الكوجينه وعلى المعون المزيان زاد على الماكله البنينه وعلى دبرتنا اسمع هيك من الصباح وهي توري فينا اللبسه وكل شيء في اللبسه الحلوه اللي هو كيما قلنا الكل 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 خدمناه خصوصا بمحبه لليميسيون هذيا ولاغ دو لا تابل كيف توري فيهم يعطيكم الصحه الكل شكرا وان شاء الله ديما نحطوا اليد في اليد ونعاودها سي تان ديبو نتاع ان بارتناريا بوبليك بريفي ان شاء الله وشاده صحيح ان نكملوا فيها ان شاء الله باش نكملوا ميسالش باش نكملوا قدره ربي مع بعضنا من اجل بلادنا وتكون بلادنا في احلى صوره نمشيوا مع دبارتنا كيفاش حضرت مع شيف اسد
عايشك مني وعايشك مدام سوار، وشكرا على هاللبسه المزيانه اللي كنت نتعارك انا وياها في الكوجينه. كملت هو يمكن باش تلقاوني تعديت حاجه ما وريتها لكمش اللي هي ديسير، تعرفوا حلقه نتاع بدايه فيها شويه هكا زربه. غدوه بقدره الاله مستحيل اذا كان نخلي الجاتو هذاك في قلوبكم، باش نعطيه لكم بادق تفاصيله وباش نبدا بيه باش ما ننساهش. ان شاء الله الفريق الاعداد الكل يذكرني انه نبداو غدوه بالجاتو. احنا نبداو بالمالح ونمشيو للغديكة. عندنا الخبز هذايا سخون، انتم في الدار يجيكم رتبتو خير من هكا ويجيكم مرتوب اكثر ويجيكم اشب في القصه. انا قصيتو سخون، راهو فيه ريحه ما نحكي لكمش على الريحه اللي في استوديو. حاجه بنينه على الاخر، تنجموا تاكلوا بيه الجلبانه، سينو تنجموا تخليوه حتى للسحور ونهارين تقعدوا ما تعجنوش الخبز، تحطوه في ساشي يبرد مليح وتحطوه في الفريجيدير مش في الكونجيلاتور، وكل يوم تخرجوا هشوش على الاخر. شوفوها الخبز نتاعنا هذا الكل في وقت قياسي مازالت سخونه، انتم في الدار تخليو قصه تجيكم مرتوبه خير. وديما بعد ما نحضروا الخبز اذا كان باش يبطى شويه باش نحطوه على التابل نتاع دغيسا طاوله العشاء، سامحوني نلفوه ديما في منديله نسكر عليه باش ما يبداش الحجناب نتاعو يابسه. هذا يا خبزنا، من الخبز نتعداو للشوربه، هذه شوربه شعير ما فوتكم بحتى شيء. نحيت كعبات سبارس سبلتهم نوسعوا بالنا شويه خاطر هكا جيدين هما، نرجع كعبات السبارس ونحطهم، وفي الاخر عملت رشه معدنوس اختياريه اذا كان تحبوا، طفيت وحطيت شويه قرص من اسهل انواع الشوربه ومن ابنها. به نتعداو هوني للجلبانه نتاعنا، الجلبانه واقفه على زيتها، هذيك كعبه القناريه وريتها لكم من داخل كيفاش قسمتها في اثنين، وريتكم الديكوب تاع كعبه القناريه. هذه فكره حتى بلان تاع نهارين، غدوه نجموا نحيو كعبه القناريه يزيهم نزيدوهم معاها شويه بطاطا هكا في الفور، ويا ناعما مش لازم نطيبوا نهارين، والا نجموا نرجعوها الطاجين. تو نقول لكم كيفاش القناريه هذيك رجعوها طاجين. به كعبتين بريك، بريك العادة، شوية معدنوس مذبل، ملح فلك، المعدنوس مذبل ماهوش ني، شوية طن عصروه شوية من الزيت نتاعو باش ما يبللناش الورقة، وشوية جبن اللي تحبوه أنتم، ملح وفلفل أكحل وكبار للي يحبوا قليناه والمنسوقة. سبقوا أن أعطيناكم الروسيت. هذا كتخيو دو سلاد، هذوكم ثلاثة أنواع سلاطة كي نراهم تفكروا تونس. العظمة راني سمطتها وما حطيتهاش، ماما هذيك تو تتغشش، حطيت سمطت العظمة وما حطيتهاش فوق السلاطة، ناقصة جست عظمة المسموطة. وفوق وزينوا كيما تحبوا، أمك حورية تبل وكروية هريسة عربي، ملح وفلفل أكحل وعصرة قارس. السلطه المشويه فلفل، نحيت الطماطم ما عملتش معها، عملت برا عبيد وكرويه وزيت زيتونه وملح، والسلطه الخضراء نعناع وتفاح وملح وفلفل اكحل وزيت وقرص. هوني الجاتو، هذايا لو جاتو بورجوا، هو اليوم برك عاد ما نبداوش كل يوم نصرفوا في الفاكهه، نهار الاول هكا نوريهم ما يصيرش وجه السوق حتى في الدار، من بعد باش نبداو هكا نرخصوا باش نوليو نعملوا الديسير حتى بعظمه، باش نوليو نعملوا الجاتو حتى بعظمه، واللي هو نهار غدوه، غدوه بعظمه باش نوريكم كيفاش نجموا نعملوا صحن مزيان نشربوا به التاي. هذا هي لو جاتو بورجوا نتاعنا، باش نخليه لكم الغدوه، باش غدوه نعطيكم الروسيت باكثر تفاصيل. هذوما لي تخوا كوش نوازيت اموند اي بيستاش، ما نحبش نقول بيستاش نقول فستق، ومزين من الفوق بشوش الورد. وهذه هي البدايه ونبداو به بيان سور، ونخليه في السحور. كعبات الدقله راهم بالزبده لا فيهم حتى شيء زايد، اخلاف انه حطيت فيهم شويه غله شيحه. شهيه طيبه، واللي فاتته حاجه يلقاها على اليوتيوب او على صفحه التلفزه الوطنيه. شهيه طيبه، نهاركم زين. يعطيك الصحه شيف اسماء، شكرا ليك. هكا اذا مشاهدينا نوصلوا لاول حلقه من برنامجكم احلى لما، اللي يجيكم يوميا من اثنين لجمعه من 11 حتى الا ماضي ساعه. ان شاء الله نكون وفقنا في الماده اللي قدمناها لكم اليوم. موعدنا يجدد معكم ان شاء الله غدا ابتداء من 11 صباحا. ما بقى لي كان باش نقول لكم شهيه طيبه، وما تنساوش باش تتابعوا كامل بالطبيعه الاطباق اللي محضرتها لكم التلفزه الوطنيه من خلال البرمجه الخاصه بالشهر الفضيل شهر رمضان.